اوكي طيب هلا بدنا نشرح نكمل محاضرتنا السابقه عن اللي هي ناخذ شو الكونترا بوزيتيف والكونفكس والانفكس في فيرست اوردر لوجيك. طبعا اخذناها احنا هذول المفاهيم وين في البروبوزيشنال لوجيك درسناهم ليه كلنا يومها ايش انه في البروبوزيشنال لوجيك انه لو عندي بي then هاي بروبوزيشن then q في البروبوزيشن الكونترا بوزيتيف لو عندي اي الكونترا بوزيتيف شو يعني الكونترا بوزيتيف قلنا؟ يعني هي نفس الجملة بصيغة سلبية يعني هاي هلا بنشوف نعطي مثال بصير نار كيو ذن نار بي هلا يعني مثال تدرس تنجح إذا ما نجحتش معناتها أنت مش دارس هلا هي هذول هاي وهاي مالهم كلهم نفس المعنى مظبوط هلا في حالة انهم نفس المعنى في حالة الفيرست اوردر لوجيك ما اختلفش ولا شيء شو اللي اختلف؟ انه هاي اول شيء صارت بريديكت مش بروبوزيشن مظبوط وهاي برضه بريديكت مش بروبوزيشن وبس اللي اختلف عندنا انه هاي فور اول اكس وهاي برضه فور اول اكس لاحظين؟ فمثال عليها كل طالب بدرس بنجح كل طالب بدرس بنجح كل الطلاب على فكرة كل طالب تعني تعميم صح؟ لما أقول كل طالب هون يطلع برا كل الطلاب معناته هذا تعميم هذا هاي كل طالب ما نجح معناته ما درس لاحظين؟ طيب هلا الكونفيرس هلا مش عارف ترسمه بالعربي الكونفيرس كنا هاي مش لقي ايش؟ سوري الانفيرس والكونفيرس هذول مش لقي ايش؟ مش نفي للجمل هاي طيب فهي نفس الشيء لما هاي كانت بروبوزيشن كبروبوزيشنز كيف كنا نكتبها؟ يعني هاي بي كيو هاي شو بتصير؟ كيو بي مظبوط؟ عكس كونفيرس ويل العكس هاي العكس هاي نفي لا هاي مش نفي اه صح هاي الانفيرس هاي العكس ما بعرف بالعربي لازم ندورها بالعربي طيب هلا هاي انتظر يعني اذا بدنا نعملها بروبوزيشنز بثيرس اوردر لوجيك فبس نفس الشيء ولا شو تغير كل اكس such that q of x then p of x يلا اذا كانت هاي ايش قلنا كل طالب بدرس بنجح كل طالب نجح معاه درس هل هذول ايكوال؟ لا اطلاقا لا هل هذول عكس بعض؟ سوري نفي لبعض؟ برضه لا هل هاي شو دايركت نكتب؟ فور اول اكس not p of x then not q of x هاي بس الاصلية نعم؟ انفرس يعني هاي نسميها الكونترا بوزيتيف هاي الكونفيرس وها الانفيرس والانفيرس والكونفيرس يكون كونترا بوزيتيف لبعض شوي هلا خلينا نعمل مثال على هذا قلنا كل طالب بدرس بنجح
كل طالب ما بدرس ما بنجح. يعني كل طالب بدرس بنجح، كل طالب ما نجح معناته ما درس، كل طالب نجح معناته درس، كل طالب ما بدرس ما بنجح. كل عن هذول ثنتين ايش؟ انهم اكويفالنت هذول الثنتين. كنا عن هذول انه هذول مش اكويفالنت للاصلية. بعدين على فكرة يا يعني في عندي هاي بكي مثال ثاني. هذا بسوي هذا. يعني في عندي كل شخص اذا هو فلسطيني معناته سمارت. طبعا مش صحيح. مش صحيح. الكود ريبريزنتيف فور اول اكس تنتمي الى بيرسون سمارت سمارت اكس كل شخص إذا كان فلسطيني معناته ذكي، كل شخص مش ذكي معناته مش فلسطيني. طيب الكونفيرس فور اول اكس تنتمي الى بيرسون سمارت اكس ذن فلسطينيان اكس. كل شخص كان ذكي معناته فلسطيني. لاحظوا كمان مرة هاي وهاي مش ايكوال، لأنه قد تنغلط. واحد يقول كل شخص إذا كان فلسطيني يكون ذكي، واحد ثاني قال كل شخص ذكي معناته فلسطيني. كوفينان؟ لا. اللي بيعرف لوجه كنترول ثيبل بيعرف انهم هذول طلع مع بعض، بس المعنى مش نفسه. هاي؟ لا الأولى والثالثة. لا مش لا إطلاقا. لا إذا كان فلسطيني يكون ذكي، إذا كان ذكي يكون فلسطيني. لا روح راجع، روح راجع. تذكر مثالنا اللي بروح الشناويتي لما قلنا أنت درست تنجح، ممكن تنجح. طيب الإنفرس فور اول اكس تنتمي الى بيرسون مارت. اذا كان اذا ما كانش فلسطيني معناته مش اسمه مظبوط. واضح هاي؟ عرفت شو اللي بيمسكون فيرس هو؟ هلا النيجيشن، هات نعمل نيجيشن في مكان ما. نيجيشن نيجيشن دير اكزيست. هاي انا بقرا لي هاي كمان مره عشان نذكر. كل شخص اذا كان فلسطيني بيكون ذكي، عكس نفيها في شخص فلسطيني. في شخص فلسطيني في شخص فلسطيني مش ذكي ومش ذكي. فلسطيني ايوه فلسطيني اكس انا ما اسمع اكس. هاي 100% صح. ليه؟ طيب طبعا اللي بده ياخذ ملاحظات بيقدر ياخذ الامثله اللي يعني مش الكتاب او بعض التعليقات دي، بيقدر يحطها بحد ال هاي ال طيب بس ستر الجزء اللي بده يضربه بتعرفش بتمنش هذا ان اوفيشال. هلا هاي مثال اخر، يلا على السريع ذكرين كنا مذكرين هذول شو هم؟ يلا نكتبوا لي الكونتر بوزيتيف لها شو هي؟ فور اكس تنتمي الى ار اكس بي. اذا كانت اكس تساوي نعمل كذا كونتر بوزيتيف. اذا كانت اكس لا تساوي او يعني المرة اكس شو المرة؟ ايوه او يساوي او يساوي 4 اكس اكس مظبوط. على فكره عندي تعليق
هلا انا احيانا بقبل بعض الاجل هذا، بس هل هاي بديهي؟ لا. ما حدش فهم على الموضوع، قليل اللي فهموا على شو بقول. هاي تظهر صح الكتاب عاملها. ايه. بس اي دونت كير اباوت الكتاب، انا ما كير اباوت الصح. ها؟ هل هاي بريد كيت؟ لا، وين اللي بريد كيت هون؟ عمليا هاي، صح؟ صح؟ ولكن هو لا تسهيل عليكم الكتاب حاطها بالطريقه، بس اذا بده يكون فيري بريسايز لازم شو اقول؟ جهه ليس من الموع ليس ذان ليس ذان اور ايكوال فور اكس تربية بقدر احط تربية او اكس تربية اكس لما بدي حتى اذا بقول بريسايز ويل خليني هسه احط اكس تربية يعني مو هذا في اخر لوجيك مش لازم كسكند رول بس مجالي برضو اربعة هيك هاي بريدكي هلا هاي ماثماتيكال اوبريشن بداخل الفيرست اوردر لوجيك مرات عشان بس هيك طلاب مجازا بنكبر بعض الكبار بس لما تيجي تقولي انتو مثلا في امتحان او في شيء كثير زي هذول انا مرات بقسم عليهم علامة بحب انك تستعمل البريدكي لانه دور لان اللي بدي اياه اعلمك في كل هاي المحاضره تشابتر كيف تشوف الدنيا بريدكتس بالبروبوزيشنال لوجيك كنت اعلمك كيف تشوف الدنيا بروبوزيشنز رموز فبس مجازا يعني لما تشوفوا هاي لما تشوفوا انا حطيت هذول بس بمشي مع الكتاب بس بدكم تكونوا واعيين اذا ما بتقدرش اذا ما بتقدرش تعملها يعني اذا شفت اي شغله ما قدرتش تعملها فورا اسالها منين؟ استاذ امتحان شو تصليحها؟ لسه اعمل يعني زي ما انا بنحب مش زي هاي؟ يفضل زي هيك ليه عارف ليش يفضل؟ انا وين دخلت ولا ما دخلتش؟ انا مرات طالب اللي مش فاهم كيف صدر اللي بقوله بريديكيت بروح بخش فيه بماثماتكس بيطلع اصلا كل شغله مش فاهم صدر كاش مبين وين بريديكيت لاحظين؟ ها طيب الكونفكس فور اول اكس تنتمي لار يلا اكس 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 اكبر من اربعة then اكس اكبر من اثنين then اكس اكبر من اثنين طيب والانفيرس اكس اكبر من اثنين اكس اصغر او مساوي اكس يلا أو يساوي أكبر من اثنين أكبر من اثنين أكبر من أقل أقل مظبوط؟ أوكي في حدا مش فاهم حد هنا؟ كل واضح؟ جميل دكتور بس تحولنا الجملة الأولى أول واحدة بريديكت لا فوق أيوة المثال إيش حولنا؟ بريديكت بدل الأكبر أصغر لو أوكي خلي بدي أحط الصيغة ب سؤال وبصيغة ثانية بقول لك هاي مش كثير فورمال تقدر تكتب لي هالطريقة أكثر فورمال هات فور أول اكس تنتمي الى ار اكس او قلنا هاي هاي مور ذان صح؟ جريتر اكس تو ذان اكس نان ذان على فكره مش بس حوالينا حتى هاي حطيتها هاي then
جريتا ذام اكسترنيا وارمز ليه؟ بدي اقول كلمه بس للدقه بس تسمعوها عشان بدهم يسمعوا ليه؟ بس للدقه خاصه عشان نصور شو اسمه هذا اللي جيت؟ هاي سكند اوردر هاي سكند اوردر لانه صار في تربيه فلازم احنا دائما لازم يبقى فيرست اوردر يعني لازم ابقى احسب يعني وانا بحل الجمله مش لازم يبقى في شيء لازم اروح اسويه ارجع الجمله عشان اكمل لازم ابقى بنفس الخط هاي سكند اوردر بس مش مشكله يعني اتس اوكي اسمعوا هاي خلص يعني هاي مش معناتها يعني مش ممنوع تشوفوا لا 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 يعني مش في اللي تبعكم بس تعرف عشان نصور الكل يسمعنا لازم نبكى يعني شوية بس مش مشكلة الأداء التعليمي عنده يعني حتى سكند أوردر مورولوجيك برضه مظبوط بس احنا طيب هلا قلنا كمان انه هذول لوجيكلي ايكويفالنت هلا هاي معلش اذا تسمحوا لي انا احنا سكند اوردر احنا لا هذول قلنا عنها من جزء الكوبلان ويعني هاي العلاقات بينهم بس طبعا يعني زي ال بالضبط زي ال شو اسمه اللي احنا بروبوزيشن لانجوج تعال اوه هذول لازم نحطها السفشن كونديشن وين نسيسري كونديشن بالضبط زي ما تعلمنا من البروبوزيشن لانجوج فيش شيء بكثير الا فور اول يعني إذا كان عندي يعني لما بقول عن شغلة سفشن بقول ها بقول لو عندي سفشن لإكس لإس يعني بالبروموشن لوجيك يعني من إذا بقول إنه في عندي في شغلة سفشن لشغلة ثانية معناها آر لإس ارض يعني لو قلت انه سكوير سكويرنس يعني سكوير مش قطعه مربعه هي سفشن كونديشن لا لا ريكتانجل سفشن يعني اذا معناته سكوير اف سكوير ذن ريكتانجل بس انه انتبه انه ريكتانجل يكون ريكتانجل بيكون ما يكون سكوير صح؟ ونسيسري بقول هاي الشغلة نسيسري لشغلة ثانية إذا R نسيسري ل S يعني معناها إذا not R معناته not S هذا البروبوزيشن not S not S هلا بدي أنا مدام يعني في الفيرست أوردر لوجيك ولا شيء if R then S شو بصير؟ for all إكس إف آر إكس صح إف آر شو اللي سويته؟ نازل إني طلعت عليها قبل ذيك ما عليك موديفيكيشن فيش شيء جديد لاحظين؟ وهي نفس الشيء هاي هم مكتوبات هون صح؟ منيح؟ هاي هذا و انا مش عارف ايه اعمل فقل لي سويرنس از ا سفيشنت يعني انا محاول هاي الامثله لما بقول لك سويرنس از ا سفيشنت كونديشن فور ريكتانجلر كيف بدك تكتب لي هذا الفرق بين الجيل؟ قول اكس such that اذا سكوير اكس مضبوط بحكي ولا غلط؟ بالعكس العكس كونديشن ها؟ كونديشن هو كذا كونديشن اللي هو كتان سكوير مضبوط غلط هون؟ لا
إلى الإيش سوير معناته ريكتانجل. بس ممكن يكون ريكتانجل؟ بين هدف. طيب. Being loyal is sufficient to get the job. إذا أنت مخلص get the job. إذا أنت مخلص get the job. هذا سبب كافي بس مش ضروري. إذا أنت إنسان مخلص هو سبب كافي إنه الناس يطلبوا شغل. مش شرط بس لا ممكن تروح الشغل بدون ما تبدا له ممكن تكون هلا احنا انا بحضر بعطيك المثال كنت الضربه بروح اتضمر لوزير الاشغال مش لاقي طيب فبقول فور اول اكس لويال Yes, then get job. Yes. Yes. So, time. Getting necessary. Getting smart. No, being smart. Sorry. And I'm going to tell you the best to me. Thank you. Being smart is a necessary condition to get the job. ها؟ شو يعني؟ For all X. طبعا انا مش بدي زي النكرة بس انت فاهمين ها؟ هاي مهمة. For all X. For all X. إذا smart إذا smart X. إذا not smart. X. X. Then can't get job. Not get job. Alex. طبعا نقدر نبدا هاي بنفس الوقت. مش لازم for Alex تنتمي لها بيرسونال ولا شو بدي معروف. يعني انا اختصرت هو انا قلت هون بيرسو. اوكي شو بسال؟ بلزم احط هون بيرسو؟ اه؟ مشان اعرف شو اكس شو يعني شو نحط بالحاسة؟ اكس معروف شو هلا لو حطيته مش غلط والدومين تحت بس الحقيقة الدومين هو انا شو محدد صح؟ الدومين بده يكون سمارت انا محدد الدومين على كل هي معروفة يعني في حدا بوقت سمارت ممكن البقرة تبقى سمارت كله يعني بس انا بحكي كلمته يعني قصدي لا اذا بقول بيرسون ما عندي لازم احط بيرسون اذا بقول سام وان مع نقصد هون بالانجليزي بيرسون انت ما حطيت ايش حطيت طيب انا بس الاختصار برضه يعني طيب هلا الاونلي اف اللي هي الاف اند اونلي اف اللي هي بنرمز لها هاي هيك نفس الشيء زي ال زي ايش؟ يعني لو عندي هاي لو عندي فور اول لو عندي هيك For all x, r x, then f, if and only if, we'll call it that only if, s, x, هاي معناها ايش؟ For all x, هاي معناها ايش؟ Not s, for all x, such that, not s, if not ال S then not ال R لل S or equivalently if R هي هاي على فكرة هي هاي وكان اثنتين بعكس بعض في واحد ما هي هاي وضمن هاي صح؟ طيب you get the job only if you are the top You get the job only if and only if you are the top. يعني زي ما بقول إذا أنت إذا خدت الشغل معناته أنت على واحد. إذا أنت على واحد معناته خدت الشغل. ف for all x إذا كان you get the job x إذا أخذ إذا x أخذ الشغل معناته بقى سمارت بقى توب
لا العكس بالنفع. مش العكس يعني قصدي. You get the job. إيش؟ If you are. ترى ترى شو بقول. You get the job if you are top. If you are top, you get the job. بكره باختصار. You get the job only if. Only if. Only if معناها بالعكس يعني. Do the action. You are top. واضح؟ بدي احط واحد منهم هدول. ايش عم تسوي؟ مثلا النط سو اكس النط ار بي. في النط تو. اذا بدك تحط واحد من هذول. ايش واحد من هذول؟ ايوه لا هو نط يعني نط نط بده يجي خليها نط 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 then not get job. كيف؟ هاي صحيحة؟ ما هي هاي؟ تساوي هذي جربي على الكتاب. أستاذ هاي تساوي هاي ما بتساوي اونلي اف لا يعني الجهه الثانيه هاي كونترا بوزيتيف للجمله الاصليه قصد هاي كونترا بوزيتيف للجمله الاصليه مظبوط زي كونترا بوزيتيف بس هل الثانيه يعني عشان تساوي الاف ان اونلي اف لازم نحط دائما اند تمام and you get the job if لا لا اذا بدنا نقراها and not get the job if not top صح؟ يعني برضه كونترا بوزيتيف لا للأبدان ما هي كونترا بوزيتيف زي ال انت بتحط سنتين صحيح 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 خليني اوضح لكم خليني اوضح لكم تعالوا شايفين هاي زي واحد بقول اس اوف اكس ار اوف اكس لاحظين هاي انه الثنتين مع بعض بينهم ان صح؟ هلا الكونترا بوزيتيف كونترا بوزيتيف تتذكروا هو ايكوال للجمله فوكانني بدي اقولها not s of x then not r of x انا يعني هاي هاي وهاي تعالوا زي بعض اذا عندي هاي شو كنت رمز اللي تبعها not r of x then not s of x هاي اللي هي الاونلي ف يعني هيك هلا الكتاب شو سوى؟ اما معلش لمحه بس انا عشان تبين لكم فور اول اكس هاي اونلي اف مينز نوت اس اس ذن نوت ار اللي هي هاي اور اكويفلنتلي ار ار ذن اس نفس اللي المعنى نفس المعنى اللي ذكرته بس مش لحالها لازم الثاني يعني بتجرب تحط اند ولا ما تحطش اند؟ لا اذا 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 بدك تحط اند ابسولوتلي ماشي طيب خليني استعجل شوي اذا بتسمحوا لي لاني عشان الحق اخلص ال الشابتر طيب نروح عن ايش هلا؟ لو عندنا اكثر من كوانتيفاير في الجملة هذا شو هي معناها؟ ما اخذناها اخذناها هاي اعطيتنا اياها في الامثله قبل لا
اللي ما فهموش انه الثنتين هذول بكل ما كل اكس يوجد واي فور اول اكس ذير اكزيست واي. شو يعني فور اول اكس؟ الجميع كل يعني الاكسات هلا تعميم لانك تعمم على ذلك اسمه اكس. على فكره انا اللي بحب الاكس. هل اكس شو بحب؟ ايش؟ يعني هل هي معناها انه اكس بحب ايش؟ بحب اي واحد؟ لا لا شخص واحد على الاقل. ليش؟ لانه انا حطيت there exists. There exists. طبعا كمان مرة. لو عندي for all x y loves x y هاي قال ايش معناها؟ في واحد بحب او كل واحد فينا بحب كل لا بحب اي واحد برضو فينا كناس هاي تنتمي لبيرسون يعني كل شخص بحب لحظة بحب كل شخص الكوانتيفيكيشن هون الاكس من عدد الكوانتيفيكيشن تبعها من الفورو صح؟ والواي وين؟ من وين؟ من الفورو برضه من الفورو اللي هو مهان اختصار ل انه برضه ايوه فدائما انت ما تشوف فاريبل بدك تسال جمله تقول او انو الكوانتيفاير تبعه يعني قديش كوانتيفيكيشن تبعه فبنقول كل شخص بحب كل شخص يعني هاي وكانها كل شخص ايه وكانها صح كل شخص يعني انت بتقول لافز اكس واي كيف طيب لافز يعني واحد ولا كل الكل لانه في فوق واي وبحب يعني كل شخص بحب كل الاشخاص ولا بعض الاشخاص كل لانها هاي كل فعندي ها بصير for all x كل شخص في x كل شخص على اوكي حتى طلع عليها حتى من هون احسن x loves y شخص بحب شخص وين بما انها for all عنده كل شخص بحب قديش؟ على الأقل واحد بالضبط كل شخص يحب على الأقل شخص واحد كل شخص يحب شخص شخص لحظة ذكرني يحب شخص واحد على الأقل شخص آخر بقدر أحط شخص آخر؟ لا شخص واحد نعم انا بقول شخص واحد على الاقل تقدر تحط شخص واحد حطيت اخر شيء يعني غيرت المعنى السادس ليش لانه وايد بياخذ شخص اخر كل شخص بحب شخص اخر ما عملتش كوانتيفيكيشن لا نفسه يعني ضليتك انت غامض شو غامض؟ غامض ما عرفتش ايش اخر ايش هي اه ما عرفتش قديش الاخر واحد ولا الكل هلا على فكره في شيء بيمنع انه هذا الشخص بحب نفسه في اكس واي يعني لا اوعى تغلط هاي الغلطه لو اني انا كلت لو انت كلت ام اكس لا تساوي واي هون كان حسب انا شو بعمل هلا اذا بعمل انه ممنوع الواحد يعمل لايك على حاله تمام لازم احط هاي الجمله ممنوع الواحد يحب حاله اذا هيك انا بدي اقول اذا انا هيك بدي اقول انه ممنوع الواحد يحب حاله معناته لازم احط هاي الجمله اذا ما حطيتهاش معناته في شيء بيمنع انه يحب حاله ليش؟ لانه الاكس واي متغيره طيب انت حكيت برضه الاكس ايكوال زاي هون ايش لا هلا لو كلت بس نحط اكس اكس طلع 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 لو حكى زي ما حكى محمد ابو فرحة لو حطيت اكس بتساوي هون شو صار معنا الجملة؟ لازم يحب حاله شو صار معنا الجملة هون؟ هون شو صار معنا الجملة؟ كل شخص بحب حاله
صح؟ إذا تركتها ما حددتش شيء كل شخص بده يحب حاله وممكن يحب أي واحد ثاني. طيب واضحة؟ بس دكتور بدون ما تحدد هيك يعني مش ممكن اكس يعني اكس لابس اكس صح؟ كمان مرة؟ بدون ما تحدد هاي الجملة كما هي يعني ممكن تكون اكس لابس اكس عادي ولا مش ممكن؟ هاي بدون ما تحدد بالضبط اظبط هو مش اكس لابس اكس اكس لابس واي بس هو في حالة من الحالات اكس واي كل ما تسوي ليه؟ لأنه اثنتين اكس تنتمي إلى كل الأشخاص واي تنتمي إلى كل الأشخاص فبالتالي ممكن في حالة من الحالات إنه ها إحدى يعني إذا هو عنا خمس أشخاص أو خمس أشخاص عشان تتصور له حط خمس أشخاص وخمس أشخاص بس هذا الدومين تبعك فمرة وأنت بتغير في نفس الشخص بتعرف الشخص نوع كيف هاي قلنا كل شخص بحب شخص آخر على فكرة هذه شو بتكون؟ شخص واحد أول شيء إكس لابس واحد كديش إكس معناه في واحد على الأقل بحب كل الناس ولا بما إنه قرور في واحد على الأقل بحب كل الناس ومن ضمن أمه واضحة؟ بديش أكتبها خلص واضحة طيب هاي طلع شو الفرق بين هاي وهاي؟ شو الفرق بين هاي وهاي؟ طيب واحد من الناس بليش هاي نفسها هلا كل الناس شو اسمك اللي؟ ما يسمى هاي أني واحد من هذول؟ هذي واحدين هذول ولا واحد طيب كمان مرة هاي شو معناها كل صار عنده بحب إكس اللي بحب على كل واحد واي اللي بحب سأزحكي لا شوي إكس اللي بحب واي اللي بحب طب اللي بحب كذلك وين الكاشن تبعته على الأقل واحد وكذلك واحد بحب كل الناس معناته نفس معنى هاي نفسها كل الناس واحد نفس المعنى تطلع شو أنا غلطتك فيها لما قلت لك for all why اللي أنا بدي إياه مهمات يعني عشان بدهم اسموهاش جبتوا هذا المثال عشان تبين لكم انه انتو اول شيء لازم تقرا ايش؟ البريدكت بعدين بتشوف عشان قراءتك تشوف كيف تقراها بتشوف كل فيرب في البريدكت شو الكلام؟ تكون ايش؟ ايه كوانتيفايد قديش؟ لو نفس الكوانتيفايد بس معك سين عادي ها؟ هناك لو نفس الكوانتيفايد بس البريدكت نفسه بس الكوانتيفايد هلا جيد هلا خلينا بس نفهم يعني بمعنى اخر هاي وهاي نفس الشيء هاي اكس لابس واي اكس ذير فور ذير اكزيست نفس الجمله بس يعني بنقدر نقول على اكس ذير اكزيست يعني في شخص واحد على الاقل بحب كل الناس كل الواحد اللي هي في شخص واحد على الاقل تقراها غير ولا لا؟ شخص واحد على الأقل يحب جميع الأشخاص وهي كانت إيش كانت معناها كل أشخاص كل شخص واحد يحب شخص واحد على الأقل هاي معناها كل الأشخاص طب أستاذ تعرف تحكي بشي ثاني هاي معناها زي الأولى هاي زي الأولى سيف هاي نفس الرابع هاي ما تسبونيش هاي مضبوطة ما بس ما هي بتحكي مضبوطة لا
اسالني بعد العجين هذول. لا بس بدك تقول صيغه ثانيه. ما هو جاي في ثنتين هون يا جماعه هلا بنشوف. طب احكي تفضل. قصدي انها نفسها بتقدر تقرا لجميع الاشخاص يوجد شخص. انا بدي هاي؟ يلا اقرا. لجميع الاشخاص يوجد شخص واحد يحب كل الاشخاص، شخص واحد على الطريق. طلع ليش تحكوا؟ لا ليش تحكوا؟ لانه ما فهموش عليك. خربشت انت بس ست المسائل يا اخي. صح؟ بس طويل شوي. ها انو اللي بحب واي انو اللي بحب واي انتبهوا طلع انو اللي بحب واي انو اللي بنحب اكس طب اللي واي اللي بحب كل واي كله واحد يعني هاي هي نفسها هاي بس بدلت اسماء تغير غيرت اسماء واضح واضح هذا شو هو ايش ثاني؟ لو عندي فور اول اكس فور اول واي لافز اكس واي كل الاشخاص كل الاشخاص كل شخص بحب كل شخص ثاني هاي هي نفسها زي ما اكتبها فور اول اكس كوما واي لاس اكس واي هي نفس كل الفلسطينيين بحب كل الفلسطينيين لاحظ خليني بس برجع لكم بس خلص كل يعني شو اختلفت هذول شو اختلفت؟ انه هاي محيطه حتى الكومه وهي بتعرفوها من وين المحاضره السابقه مظبوط؟ طيب هاي نفس الشيء زائد اكس واي هاي محاضرة بنحط كوما سوري بوت بنحط بيك دوت سج ذات بلس اكس واي اكس واي مظبوط؟ بصير يختلف لا في كبر واحد بس الرابعة اعيدها شو اللي صار سويته انا؟ انا بقول لك في شيء بيمنعني شو اسمه في مالك مالك في شيء بيمنعني احطهم اي وبي؟ بس عكس انت عكس شو مشكلة مش مشكلة خليك معنا في شيء بيمنعني؟ طيب لا انا بدي احط اقول لك انا حطيت اكس مش اكس متغير؟ في شيء بيمنعني اروح اسمي هاي واي وهاي واي وهاي اكس وهاي اكس هاي هي نفسها صح؟ بس انت مش حددت بالضبط يعني انه واي هو واي لافز اكس يعني لو عكست اكس لافز واي بصير وقصد يا دكتور يعني انه لو كان الواي بأشر على الشيء والاكس بأشر على الشيء لا اذا الدومينز بتختلف لا طبعا بس هيك انت ما حددتش معناها الدومين نفس الشيء ما انا بحكي هذا الدومين شيء شيء هو يعني الدومين هون شيء اشخاص شيء ما دام مش محدد الدومين في شيء دام كرافي شيء انا يعني اي شيء اللي هو يعني كلمة إشي طلعوا عارفين شو يعني كلمة شيء؟ يعني أي إشي بصير إشي يعني أي إشي ثينج بالإنجليزي أو إنتي أنا أي أي كيان ويل أو كينوني نو يفضل يكون أي شيء إشي بال أي حاجة بالعربية الفلسطينية فماشي واضح كلها 100% هلا عاد نشوف شطارتكم في امثله كثير على فكره بديش اشرحها كلها الامثله هاي كثير كثير حتى الامثله من خارج الكتاب ف لو ما شرحتهاش بتاخذ سلايدز اللي بده يعني طيب